لماذا تتخذ المجموعة الشمسية شكلاً مسطحاً؟ تكونت الشمس والأرض والكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات، أي المجموعة الشمسية باختصار، منذ نحو 4.6 مليار سنة من سحابة سديمية من غاز وغبار دوارين اتحد بفضل قوة الجاذبية التي لا تقاوم، إلا أن هذا السديم بدأ على هيئة كتلة كبيرة عديمة الشكل إلى حد بعيد. إذن كيف انتهى الأمر بالمجموعة الشمسية وكل ما فيها من كواكب وأقمار يدور إلى قرص مسطح؟ كلنا رأينا النموذج الكوكبي للذرة، وهو نموذج خاطئ قطعاً عند تطبيقه على الذرات، لكنه يشير كذلك نوعاً ما إلى إمكانية دوران الكواكب حول الشمس في جميع الاتجاهات. فهل مجموعتنا الشمسية لها وضع خاص على نحو أو آخر فيما يتعلق بشكلها المسطح، أم أن النموذج الكوكبي خاطئ في هذه الحالة أيضاً؟ الحقيقة أن مجموعتنا الشمسية ليست وحدها قطعاً في شكلها المسطح، فكثير من المجموعات النجمية خارج مجموعتنا الشمسية مسطحة، وتوجد مجرات كثيرة مسطحة، والأقراص المزودة التي تغذي الثقوب السوداء بالمادة مسطحة، والحلقات المحيطة بكوكب زحل مسطحة، والقائمة تطول. إذن لماذا رغم توفر 3 أبعاد يمكن للكون أن يملأها، تراه يفضل الشكل المسطح؟ تتعلق إجابة هذا السؤال بعاملين، هما الاصطدامات وحقيقة أننا نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد. حسناً، لنحاول أن نكون أكثر وضوحاً. كلما بدأت مجموعة من الأجسام المتحدة بقوة الجاذبية في التحرك السريع والدوران، كاد التنبؤ بمسار كل منها أن يكون مستحيلاً، لكنها مجتمعة يصبح لديها إجمالي واحد لمقدار دورانها حول مركز الكتلة. قد يكون من الصعب معرفة اتجاه الدوران بالضبط، لكن قواعد الرياضيات تشير إلى حتمية وجود سطح مستوي ما تدور السحابة ككل داخله. في عالم ثنائي الأبعاد، تصبح سحابة الجسيمات التي تدور في سطح مستو مسطحة بطبيعة الحال، فهي في عالم ثنائي الأبعاد، لكن في عالم ثلاثي الأبعاد تستطيع الجسيمات أن تتحرك سريعاً حتى مسافات بعيدة أعلى وأسفل ذلك السطح المستوي، رغم أن دوران السحابة يحدث في سطح مستو واحد. ومع اصطدام الجسيمات بعضها ببعض، عادة ما يبطل تأثير حركتها لأعلى وأسفل، إذ تفقد طاقتها خلال الاصطدام والتكتل. ولكن لابد أن تستمر الكتلة كلها في الدوران بلا هوادة، لأن إجمالي مقدار الدوران داخل أي منظومة معزولة في كوننا يظل ثابتاً دائماً. إذن مع مرور الوقت تفقد السحابة سمكها عبر التصادم والتحطم وتصير مسطحة، متحولة إلى ما يشبه قرصاً دواراً في عالم ثنائي الأبعاد، مثلها مثل المجموعة الشمسية أو المجرات الحلزونية. لكن في عالم رباعي الأبعاد، تشير الحسابات الرياضية إلى إمكانية وجود سطحي دوران منفصلين ومتكاملين، وهو مشهد تجد عقولنا التي تعيش في عالم ثلاثي الأبعاد صعوبة شديدة في تخيله، كما أنه يعني عدم وجود اتجاهات لأعلى ولأسفل تفقد فيها الجسيمات طاقتها عبر الاصطدام. ولذلك يمكن أن تظل سحابة الجسيمات كما هي مجرد سحابة، ومن ثم لا يمكن لمجرة لا نهائية أن تبدأ غير مسطحة ثم تتحول في النهاية إلى الشكل المسطح
إلا في عالم ثلاثي الأبعاد، وهو قطعاً أمر مفيد، لأننا نحتاج لأن تتكتل المادة كلها حتى تتكون النجوم والكواكب، وهذا مفيد أيضاً من أجل بقائنا على الأرض.